سوريا دمشق، مدير مكتب قناة العالم هناك حسين مرتضى. نعم حسين، آخر التفاصيل الميدانية والمواقف حول الغارة الإسرائيلية على سوريا. تحية لك لور، وتحية للمشاهدين الكرام. بالطبع الأبرز كما تعرفين هو تداعيات الغارة أو الاعتداء الذي نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة في ريف دمشق. هنا لابد أن نشير إلى طبيعة هذا المركز للبحوث العلمية التي تم استهدافه، وهو كذلك مركز لتطوير الدفاعات الجوية والمرتبطة بدعم المقاومة. كذلك لابد أن نشير أن هذا المركز بالتحديد كان قد تعرض لعدة هجمات لور من قبل المجموعات المسلحة في تلك المناطق، ولكن لم تستطع المجموعات الدخول إليه. جاءت هذه الغارة في هذا الوقت بالذات تحمل العديد من الدلالات، وبالطبع الآن هناك حالة ترقب. حسب بعض المعلومات التي حصلت عليها أنه حتى هناك حالة استنفار الآن موجودة على الحدود مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مع فلسطين المحتلة من ناحية الجولان. كان هناك بعض التحركات للجيش السوري، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع منظومة الصواريخ. الآن هناك تخوف حتى من قبل الجانب الإسرائيلي أن يكون هناك رد من قبل سوريا، وبالطبع محور المقاومة. هذه الغارة لها تداعياتها حتى فيما يتعلق بالتطورات الداخلية التي تشهدها الساحة السورية، وسيكون لها ارتدادات خلال الفترة القادمة. بالطبع من ناحية الصراع نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي وبعض الجهات التي كانت ما زالت تقول أن هناك نوع من عدم التنسيق بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات المسلحة، الآن أصبح هذا الموضوع واضح، خصوصا أن هناك بعض كانت قد تحدثت خلال الفترة الماضية لور عن أن هناك اجتماع سري عقد في كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم بعض الأقطاب من قطر ومن تركيا ومن السعودية. نعم. مع تطور الأحداث الميدانية وتقدم الجيش السوري هناك قرار فيما يتعلق بمحاولة إعادة أوراق اللعبة من جديد. في هذا الإطار بالطبع تستمر عمليات الجيش السوري الميدانية، وخصوصا أن هناك الآن التطورات الميدانية تقدم للجيش السوري من ناحية منطقة النهر الفاصلة عند مثلث بيت سحم وعقربة وشبعة، وحيث الآن هناك اشتباكات عنيفة تدور في منطقة بيت السحم، وهناك تقدم كبير للجيش في تلك المنطقة. ما تم الحديث عنه أو ما روج بعض القنوات أن هناك استهداف لقبة مقام السيدة زينب عليها السلام، هذا الكلام غير دقيق، لا يوجد هناك أي شيء. هناك بعض قذائف الهاون التي سقطت في الحي ولكن لم يتضرر المقام. الجيش السوري كذلك يتقدم عند محور غربة في السيدة زينب، حيث كانت تحاول المجموعات المسلحة التحرك من منطقة غربة باتجاه منطقة السيدة زينب. الآن هناك انتشار للجيش السوري في تلك المنطقة مع قوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية، وتتم محاصرة المجموعات
المجموعات المسلحة، وهناك اشتباكات عنيفة في منطقة غربة تدور حتى الآن، وخصوصا عند منطقة سوق الخضرة التي حسب المعلومات أن الجيش استطاع أن يؤمن هذه المنطقة. كذلك هناك استهداف لإحدى المجموعات المسلحة دوما في مناطق ريف دمشق. فقط باختصار فيما يتعلق بالمحافظات الأخرى لور، هناك في منطقة إدلب استهداف لتجمع للمسلحين في إحدى المناطق القريبة من بلدة النيرب، ما أدى إلى مقتل عدد من هؤلاء المسلحين. أبو سيف المهاجر وهو أحد عناصر جبهة النصرة وهو سعودي الجنسية، تم قتله في مؤسسة الإسكان العسكري على طريق إدلب سرمين. تداعيات كذلك مجزرة حلب، هناك رسالة وجهت من الخارجية السورية إلى الأمم حول هذه المجزرة التي ارتكبتها المجموعات المسلحة. وفي هذا الإطار كذلك هناك العديد من الأحياء التي ما زالت تشهد اشتباكات في مدينة حلب. نعم، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. شكرا. حسين مرتضى مدير مكتب العالم في دمشق، كنت معنا من العاصمة السورية دمشق.